سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. النهاردة نعطي المجد لإلهنا ومخلصنا معطي الحياة الحافظ والمجدد رحماته علينا كل يوم. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، الاسم اللي ليس بغيره خلاص، الله المحب الصالح. بصلي إنه يجدد الرب أذهاننا النهاردة ويعطينا غلبة على مصاعب الحياة في هذا العالم إلى أن أراه. النهاردة لينا إخوة في كل مكان في العالم محتاجين إنهم يتشجعوا بأنه لنا الغلبة في يسوع المسيح إلى أن نكون معه. مشاهدينا النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا جدا جدا، هامة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل العابرين، بالنسبة للفريق بتاعنا. أنا بعتبر أن الحلقة دي من أهم الحلقات اللي قدمت في تاريخ برنامجنا على الإطلاق في 13 سنة. عادة أنا بهتم جدا بشؤون العابرين في العالم كله، وقدمت فيها وبقدم وحستمر أقدم العديد من الحلقات، لكن النهاردة إحنا بصدد موضوع بنواجهه ككنيسة العابرين، أمر خطير جدا وهام جدا ويجب أننا نركز عليه، نتعلم منه ونتكلم فيه ونصلي من أجله علشان الأمر يخص أحد أفراد هذه الأسرة، أسرة كنيسة العابرين. هيكون النهاردة عندنا في اسم يسوع وقفة حقيقية روحيا واجتماعيا ودوليا كمان، لكن الوقفة دي محتاجة اجتماعنا كجسد الرب كله. حلقة النهاردة موضوعها وعنوانها هو حكم الإعدام على العابر ضياء أحمد بلاعو. ضياء بلاعو هو عابر من ليبيا. أولاً أنا بقول لكل المشاهدين اللي معانا النهاردة اللي بيشاهدونا واللي هيشاهدوا على يعني مر البث الحلقة دي كل خلال الأسبوع، بقول إنه الحلقة دي لكل واحد منكم فيها دور، سواء كنت مسيحي عابر، إنسان عادي، مشاهد عادي، ما انتش مهتم باللي أنا بقوله، لكن ليك فيها دور. كل واحد منكم النهاردة هيكون له دور وهيكون له اختيار، يا إما تختار إنك تكون مؤثر في إحداث تغيير ولإنقاذ هذا الإنسان البريء اللي ما عملش حاجة، وانتوا يعني دلوقتي هتعرفوا بالتفصيل ايه قصته، ويعني هتعرفوا انه انسان اختار انه يتبع المسيح فقط، خرج من الاسلام بيتبع المسيح، اصر انه يتبع المسيح، وكانت النتيجة حكم بالاعدام عليه في اسم يسوع، بقوة يسوع يوقف هذا الحكم. فاجي مرة تانية بقول انه كل واحد منكم عنده اختيار النهاردة يقدم شيء للمساعدة في هذه القضية. أكلم أولا العابرين والمؤمنين، سلاحك هو صلاتك وحضورك أمام الله ووقوفك في الثغر مع إخوتك، ويعني الإخوة جسد الكنيسة. إذا كنت عابر أو عابرة، إذا كنت مسيحي مولود مسيحي مؤمن مسيحي، عندك السلاح الأقوى هي صلاتك وهي اهتمامك. يا جماعة احنا بنصلي، يعني بنصلي للي بنهتم بيه، بنصلي باللي احنا عايزين نرفعه امام عرش النعمة. صلوا عارفين عالمين ان الله هو مستجيب الصلوات وسامع الصلوات ومحب البشر، هو اللي بيسمعك وهو صانع المعجزات اللي هيخلص اخونا ويفتح لنا ابواب للحرية في اننا نمثل محبة يسوع المسيح. مسؤوليتك تصلي، مسؤوليتك صوتك كمان وتكريس وقت للمساندة. العابرين والمؤمنين على السواء، بقول لك صوتك مهم. عندك تويتر، عندك انستغرام، عندك فيسبوك، اكتب على الصفحات المتاحة ليك، ابعت رسائل الدولة اللي انت فيها، دولة عربية، دولة غربية،
ايا كانت، ابعت رسائل للسفارة الليبية. انا يعني الحقيقة السفارة الليبية مهمة جدا ان احنا نبعت ليها رسائل كتيرة جدا بتطالب بإيقاف حكم الإعدام على الأخ ضياء والإفراج عنه، لأنه لم يرتكب جرما بإيمانه القلبي بيسوع المسيح. الجرم يعني مفيش حاجة في قوانين الدول العالمية كلها بتقول أنه أنت تؤمن بالمسيح فنقتلك، ما بيحصلش كده مع المسلمين أو المسيحيين اللي بيسلموا. محدش عندنا بيقول لك إيه انت امنت انت رحت بقيت مسلم نقتلك، بنتفرج عليك ونصلي لك او ننصحك. ده اختيارك، اختيار القلب. اذا كان اختيار القلب، المسيح العابرين بيختاروا المسيح وهم عارفين تماما التمن اللي بيدفع. فانا بشجعكم النهارده كل واحد منكم يستخدم الأدوات المتاحة أمامه على كل وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة هتلاقوني نزلت تويت على تويتر الأخت أماني، من فضلكم اعملوا ريتويت. هحط لكم بعد شوية الانستجرام بتاع MBB Global اللي هو اليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين، محطوط عليه طلبة الصلاة من أجل ضياء. لو سمحتوا شاركوه. النهاردة هيكون البرنامج ده موجود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، شاركوه أرجوكم. هنديكم كل الهاشتاجات دلوقتي اللي تقدروا تشاركوا بيها صوتك، صلاتك، عملك، إصرارك إنك تواجه هذا الأمر وكأنه شخصي جدا ليك. المسيح علمنا إن إحنا جسد واحد، وإنه الإيد تساعد الإيد التانية والرجل المحتاجة المساعدة في هذا الوقت. أعضاء الجسد بتساعد بعضها، بتشيل بعضها. اهتم بهذا الأمر. أوكي. نصلي من أجل أخونا ضياء ونستخدم المنصات المتاحة لنا المطالبة بإيقاف العمل بهذا الحكم الجائر واللا إنساني. شاركوا في الكتابة لأمنستي انترناشنال أو غيرها من المنظمات المعروفة بالمساعدة في حقوق الإنسان. عندنا في العالم العربي يعني ايه يقولك منظمات حقوق الانسان دي عندها حاجات سياسية واهداف سياسية وبيتدخلوا. معلش يعني سامحوني، هما بيتدخلوا علشان ما فيش في البلاد اللي احنا فيها اللي ماضية على الاتفاقيات حقوق الانسان اللي فيها بند بيقول انه للانسان حق في اختيار دينه وايمانه. ليبيا ماضية على الاتفاقية دي وحكمت بالإعدام على ضياء لإصراره على إيمانه بالمسيح. فسامحوني، حقوق المنظمات الدولية اللي بتطالب بحقوق الإنسان بتعمل عمل كبير، وإحنا أما نكون في الموقف ده لازم نبقى متأكدين أن منظمات حقوق الإنسان في البلاد اللي انتوا فيها عندها معرفة بموضوع ضياء. كمان في مطالبات دلوقتي حاجات توقع عليها علشان تطالب بمساعدة ضياء. هنحط لكم ليها رابط على الفيسبوك علشان تقدروا تشاركوا فيها. بتدخل بتحط اسمك بتقول أنا بطالب بالإفراج عن ضياء. هحطها لكم على التويتر بتاعي وهحطه على المرأة المسلمة أيضا. النقطة الثانية والمهمة جدا هو دور الإعلام العربي. يعني كم مرة اتكلمت في مواضيع خاصة بالنساء أو خاصة بالعابرين أو خاصة بالمسيحيين وكنت بطالب الإعلام العربي، بقول أنه يعني المفروض أنه الإعلامي له دور عادل متوازن واقف في النص. قدم القضية يا سيدي زي ما انت عايز تقدم القضية، بس قدم القضية. يعني انا ما اقدرش اتخيل ان الاستاذ عمرو اديب لا يرى موضوع اخونا ضياء ولا يعتقد انه للانسان الحق في حرية اختيار دينه.
انت عندك بلاتفورم كبير، الاستاذ عمرو وغيره من الاعلاميين، انا اخترت هو بالذات علشان خاطر يعني هو يمكن اكتر المنصات الاعلاميه عنده حريه انه يتكلم. لكن هتختار تتكلم ولا لا؟ ولا هتقف تشاهد انسان يعدم لانه اختار يعبد الله بطريقته؟ اذا كنت مشاهد او كنت اعلامي، انت مسؤول ان انت تكتب في هذا الموضوع. كتاب المقالات يعني عندنا ناس بتكتب مقالات عن الدين الإسلامي وضد الدين الإسلامي وضد الأفكار الإسلامية، لو سمحتوا انظروا لتأثير هذا الدين على إنسان اختار إن هو يعبد الله بطريقته. ضياء بلاعه إنسان بسيط مثقف بيفكر، اختار. عندما يؤخذ حقه في يوم من الأيام هيؤخذ حقك أنت أيضا. فلو أنت مشاهد عادي يعني النهاردة مثلا بتشاهدنا، فأنت مسؤول أمام الله عن المساعدة حتى لو لم تتفق مع اختياره، لأنه في يوم من الأيام سيأخذ الإسلام اختيارك. ومش بس كده على فكرة، الإسلام أخذ اختيارك anyway. أنت لو عايز تسيب الإسلام وتخرج هيقولك لا، لا يا حبيبي دخول الحمام مش زي خروجه. فيعني هو كده دخلت خلاص، انت بلا اختيار، انت مظلوم جوه الاسلام، انت مظلوم، انت بلا اختيار. لكنك ايضا حسب الكتاب المقدس انت بلا عذر ايها الانسان، لان الله وضع امامك الحقيقه كامله موجوده في محبته في الكتاب المقدس، وانت بترفض انك حتى تنظر ليها لانك عايش في قيود الإسلام. اتفقت أو اختلفت مع ضياء، يجب أن نتفق أن من حقه اختيار إيمان قلبه وحريته، حقه الأساسي كإنسان. وإذا كنت بقى من يؤمنون بمعاقبة الإنسان لأن قلبه اختار أن يسير مع الله بطريقة تخلفك، فأنت حقا المأسور في هذه المنظمة الشيطانية، وإحنا بنصلي من أجلك. خلينا نشوف هي قصة ضياء عبارة عن إيه دلوقتي. نشوف السلايد الأولاني، دي الصورة الوحيدة الموجودة لضياء وهو في المحكمة، على ما أعتقد أنه الصورة دي متاخدة من المحكمة. ضياء شاب في أوائل العشرينات، خريج كلية تقنية المعلومات بمصراتة سنة 2018. بيقولوا أنه هو أصبح مسيحي حوالي تقريبا في نفس الوقت في 2018، ولكن إحنا عارفين أنه اتقبض عليه فعلا في 2019، إما أنه اتقبض عليه عدة مرات، قبضوا عليه ورجعوه خرجوه تاني، أو أنه فضل محبوس في الوقت من الوقت ده إلى النهاردة. هقف عند الحتة دي وأقول أنه يكون في عابر من 2019 محبوس وبيحاكم بلا أدوات للمساعدة بالمرة. فضياء هو مثل للعديد من العابرين والعابرات اللي ممكن يكونوا محبوسين بنفس الطريقة أو جوه بيوتهم أو يعني داخل حكوماتهم. هقولك أن السعودية فيها ناس كتير زي ضياء، هقولك أن الأردن فيها ناس كتير زي ضياء، هقولك أنه هتلاقي الدول الإسلامية المتشددة هتلاقي فيها ناس كتير زي ضياء، مصر هتلاقي فيها ناس كتير زي ضياء. لكن النهاردة ضياء فرصة لأننا نقول أنه من حق الإنسان اختيار إلهه وله الحق في الحياة. عايزة أقف هنا وقفة وأقول أنه إحنا يعني نشكر الله جدا أنه منصة قناة الحياة من أهم المنصات اللي بتعمل جاهدة أنه يكون للعابرين صوت. إحنا معظمنا عابرين، ومعظمنا عشنا قصص صعبة كتير، فبنتعاطف مع ده، وده شغل أساسي جوه قناة الحياة. فأنا برجوكم، إحنا هنساعدكم إزاي إذا ما اتصلتوش بينا، إذا ما تقدمتوش
يعني قدمتوا لنا قصصكم. إن لم نستطيع أن نغير واقع على الأرض فإحنا بنغير واقع في السماء، بنصلي والله هو اللي بيغير، وإنه على الأقل تنشر قصصكم كده على الملأ علشان في ناس هتساعد في التغيير. وكلما وجه العالم الإسلامي بمشاكله يعني الفجة القبح في التمييز ضد الغير، كلما استطعنا أننا نوجه ضغط عليهم علشان ده يتغير وربنا يغير القلوب. أوكي؟ زي ما قلنا، أرجع لقصته، هو اتقبض عليه عدة مرات، وأنه في كل مرة كان بيعرض عليه الرجوع عن المسيحية أو إنكار المسيح، وكان بيرفض بشدة. وأنه يعني كان معروف وسط مجتمعه بأنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية. من الواضح أن السلطة كان ليها دخل في نشر ده. عندنا قضايا مشابهة كتير للعابرين، فيها بيحصل أنه السلطة، إذا كان البوليس بقى أو أي نوع من أنواع السلطة مسيطرة في المكان ده. في مصر البوليس مثلا، البوليس ياخد العابر يشدوا شوية، يحبسوا شوية، يعذبوا شوية، وبعدين يطلقوا إلى أهله علشان أهله يا إما يجبروه يا إما يقتلوه. فواضح أن السلطة كانت مصرة على أنه يعرف في وسط مجتمعه عشان يخلصوا منه بالقتل أو بالضغط النفسي عليه علشان يرجع للإسلام. إيه اللي بيحصل للعابرين لما بيعرف في وسط مجتمعاتهم انهم بقوا معبرين؟ الموضوع اتغير كتير عن زمان. النهاردة عندنا عابرين معروفين في وسط عائلاتهم وعايشين في وسط عائلاتهم بسلام. ربنا قدر انه يغير ده. لكن الواقع برضو بيقول انه هناك الكثير من العابرين والعابرات اللي عايشين في وسط مجتمعاتهم في رعب لانهم عابرين. للفريقين بقول انه الالام اللي انت بتمر بيها عندما تضطهد في وسط عيلتك مش هو ده اللي يقول انه دي خطوة تاخدها ولا ما تاخدهاش، امتى تقول لاهلك ولا ما تقولش. دائما نحن نتحرك على حسب قيادة روح الله. كتير من العابرين اللي بتكلم معاهم سواء كان على إذا كان على الفيسبوك أو إذا كان على التليفون، بيقولوا لي إن هم عندهم مشاكل كثيرة جدا في وسط عائلاتهم، وبيعيشوا ضيقات كتيرة جدا، لكن في نفس الوقت هم بيقولوا إنه هم مستعدين يعيشوا الضيقات دي مرات عديدة بس لا يخسروا محبتهم للمسيح. اوكي؟ فالاضطهاد ما بيخوفناش. في رسالة تيموثاوس الثانية بيقول لك كده انه وجميع الذين ان يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدوا. الاضطهاد جزء من حياتنا فما يخوفناش. انا معايا ضيف النهارده دلوقتي عزيز جدا علينا، هو القس ياسر الترابي. القس ياسر الترابي ليس فقط زميل و يعني قس له عمل كبير في وسط مجتمعنا، ولكنه أيضا هو الأسقف المنتخب لقيادة كنيسة العابرين اللي هو النهاردة هيكلمنا عنها. وهو الحقيقة بيقود أنه يكون للعابرين صوت في وسط المجتمع الدولي. قسيس ياسر، شرفت ونورت، وأنا سعيدة جدا بوجودك معنا على برنامج المرأة المسلمة. يا مساء الخير أخت أماني، ربنا يباركك ويباركك، وشكرا كثير كثير، شكرا كثير كثير على كل مجهوداتك في يعني في دعم، وانك بتكون الصوت لكنيسة العابرين. يعني بشكرك يعني من كل قلبي، وبشكرك ايضا انك وضعتي موضوع اخونا ضياء تحت المجهر. وزي ما انت قلتي انه القصه ديت مش بس فقط قصه ضياء، هي قصه الملايين حياه مؤمنين او غير مؤمنين، قصه كل انسان عايز يعيش في الحريه وعايز يعيش انه يعني يعبد الرب بالطريقه اللي ضميره
تسمح له. نعم. فشكرا كثير كثير أخت أماني على كل مجهوداتك. ربي يباركك. حضرة القسيس لو سمحت، يعني أنا قبل ما حضرتك تتصل كنت لسه بقول لإخواتنا إنه كنيسة العابرين وقناة الحياة بالتحديد لينا دور في إنه نفتح المجال لأنهم يحكوا قصصهم، لأنهم يطلبوا المساعدة. كتير بيجي لي ناس عايزين مساعدة يسافروا، لكن مش هي دي المساعدة. يعني يا ريت تقول لنا أنت إيه الاتجاهات اللي إحنا نقدر نساعد فيها والخطوات اللي ممكن العابرين ياخدوها. يعني زي ما أنت قلت قبل شوية إن موضوع الاضطهاد هذا مش التحدي الرئيسي لنا، لأنه المسيح وعد قال سوف يكون لكم في هذا العالم ضيق، ولكن ثقوا إني أنا قد غلبت العالم. أمين. كل ما يجي الاضطهاد علينا وكل ما يزيد، كل ما إيماننا في المسيح بيقوى أكثر وأكثر وأكثر. فالاضطهاد يعني لا يثنينا عن إيماننا بيسوع المسيح، احنا متمثلين بسنة المسيح اللي هو مات في الصليب لأجلنا، واللي هو يعني بموته قهر الموت. فنحن لا نخاف الموت ولا نخاف الاضطهاد ولا نخاف إنه من الإنسان اللي بيقتل الجسد. أما المشكلة الرئيسية بتاعتنا هي مشكلة الهوية ومشكلة الانتماء. فكنيسة العاذرين اللي بنسميها أمة المسيح، نحن أمة، جنس مختار، كيان ملكوتي، أمة مقدسة. اختارنا المسيح بشخصه، مش احنا اللي اخترناه، هو اللي اختارنا على فكره. واحنا امنا مش لانه عقيده في عقيده كانت فاسده او عقيده كويسه او جميله، نحن امنا لان المسيح يعني لمس قلوبنا ولمس حياتنا، ونحن لا نتنكر لاهالينا ولا نتنكر لثقافتنا ولا نتنكر لبلداننا. الشيء الوحيد اللي حصل في حياتنا ان المسيح غير حياتنا، اعطانا امل ورجاء جديد وحبنا اولا. طبعا احبنا واختارنا فيه، واختارنا فيه. فالناس اللي بيقاومونا واللي بيقاوموا اخونا ضياء، يعني الاخ ضياء مش امن لانه يعني عايز يسافر او عايز يتجوز او عايز فلوس او عايز كده، امن لان المسيح لمس قلبه، امن لان المسيح ظهر له، امن لان المسيح غير حياته. ودي هي قصه، مش قصه ضياء، قصه كنيسه العابرين من المغرب الى الى الى, إلى العراق. ونحن على فكرة أخت أماني مش العشرة والعشرين أو الثلاثين والأربعين أو الألف أو الألفين، نحن الملايين. نعم. يعني في الشرق الأوسط، في الشرق الأوسط دلوقتي يعني ثاني أكبر كنيسة، يعني أكبر كنيسة هي الكنيسة القبطية عددا، ثاني أكبر كنيسة في الشرق الأوسط هي كنيسة العابرين. العابرين هم أكثر من الإنجليين، أكثر من الكنائس التاريخية مجموعة مع بعض. وهذا طبعا ليس فخر ولكن حقيقة. ونحن أمننا لأن الله فتح سماء السماوات لنا وتعامل معنا. ففي كنيسة العابرين عايزين أن نساعد أخواننا. يعني أخونا ضياء هو في محنته، هو مش لوحده، وهو في مصيبته مش لوحده. واليوم أنا عايز أشجع أنه كل إنسان اختار أنه يتبع المسيح. عايز أقول لي أنت مش مجرم ولا بتبيع مخدرات ولا بتعمل أشياء غلط، نحن نتبع المسيح اللي قال عن نفسه أنه أنا هو الطريق والحق والحياة. هو الموضوع مش تغيير دين أو تغيير طائفة أو تغيير شيء، الموضوع أنه تغيير حياة وتغيير قلب. فنحن آمنا فيه. ففي كنيسة العابرين عايزين أنه نكون كيان، ومش نكون، نحن كيان عالمي، عيلة عيلة بننتمي لبعضنا البعض، وعندنا ولاء لبعضنا البعض، ورح نوقف مع جماعتنا، ومش رح ناخد إذن من أي إنسان إنه خلينا نوقف لأجل جماعتنا. فاحتمال ممكن تحطي العنوان تبع الكيو آر، الكيو آر، يا ريت نحط الكيو آر بتاع كوميونيو مسيانكا. وأي شخص ممكن يتصل فينا أخت أماني، وأنا بشكرك جدا جدا أخت أماني إنك أنت صوت لإلنا كلنا، وأنت فخرنا وأنت تجربتنا. ربنا يبارك. وهذه الأمور، هذه الأمور هي اللي يعني بتحدث الفرق فينا. فعايز نقول لكل إنسان مؤمن أنت مش لوحدك. بالضبط. أنت مش لوحدك ليش؟ لأن المسيح معك. أنت مش لوحدك ليش؟ لأن الله الآب معك. أنت مش لوحدك ليه؟ لأنه الروح القدس عايش وساكن فيك. وانت مش لوحدك لانك انت جزء من كنيسة الله، كنيسة المسيح. فنحن لا بدعة ولا مجموعة جديدة،
ولا إشي، ولكن نحن تابعين يسوع المسيح على حسب التقليد الكنسي، وعلى حسب قانون الإيمان النقاوي اللي بيربط كل المؤمنين في جسد الرب يسوع المسيح. فأنا اليوم عايز أضم صوتي إلى صوتك أختي أماني، فعلا زي ما أنت تحديتين اليوم وقلت أنه مش لازم نسكت، مش لازم نسكت. قصة أخونا ضياء المشكلة اللي فيها رغم أنه كان هو في محنة أنه ما كنا بنعرف عنه، ما كنا واحد بنعرف شو اللي صار معه، ودي هي المشكلة الرئيسية. فأنا عايز أقول نحن خلينا نتضامن معه، وخلينا الشيء الآخر اللي عايز أضيفه قبل ما أختم أخذ أماني إذا سمحتي لي، نحن في الشرق الأوسط لا نتكلم عن حرية العقيدة لأنه المسيحيين يعبدون وفي كنائس ونحن نشكر الرب لأجل هذا الموضوع، ولكن الموضوع الأساسي اللي بهمنا هو حرية أن الواحد يغير المعتقد تبعه، فحرية أن الإنسان يتبع اللي عايزه. يعني الله خلقنا نحن أحرار، وخلق يعني إذا واحد رح يعاقب بالآخر أو يمشي الجحيم أو أول آخر، هذا الأمر بيكون بيني وبين الله، بيني وبين الله. وزي ما أنه كل واحد فينا تولد لوحده، كل واحد فينا رح يمشي القبر لوحده. فنحن لازم أنه نقرر قرارات في هذه الأرض هي اللي بتضمن مصيري. فأنا ما في أقرر عنك، ولا أنت فيك تقرر عنك، ولا أنا في أقرر عن أولادي. فنحن اللي عايزين النهاردة، نحن مش في حرب مع أي إنسان. اللي عايزين النهاردة إحنا عايزين نعبد الرب يسوع المسيح له المجد والكرامة. فنحن يعني مش صرنا غربيين أو صرنا خواجات أو إنه نتذكرنا الأمور نحن عشنا فيها، لا، نحن نعبد المسيح بأسامينا وب يعني المنقبين المنقبات فينا، واللي عنده لحية واللي اسمه محمد واللي اسمه أحمد واللي اسمه عبد الله. فالناس لازم تأخذ، لازم تتعود على فكرة، الكنيسة لازم تتعود والمسلمين لازم يتعود. نحن عندنا القسيس محمد والقسيس أحمد والقسيس عبد الله، عندنا الأخت خديجة والأخت فاطمة، بأسامينا نحن رح نضل إنه نعبد الرب يسوع المسيح له في اسم يسوع. وقبل ما أكتب إذا تسمحي لي أرفع صلاة بسيطة لأجل أخونا ضياء. إحنا ممكن نصلي، بس أنا لسه عندي لك سؤال أو اتنين لو سمحت يعني. بس طيب أنا بس لأنه طبعا القسيس ياسر الترابي عابر، قصته معروفة، ويعني أيضا راعي، أنت في وسط العابرين، موجود في أماكن كثيرة وعندك قلب الراعي لهذه الكنيسة وربنا مستخدمك فيها. من أكتر الأمور القسيس ياسر اللي بتتعبنا وإحنا يعني في بداية العبور هو فقدان الأهل و خسارة الأهل والكلام ده كله. لكن النهاردة أنا نفسي إن إحنا نقدم رسالة لأهالي العابرين دول اللي بيضطهدوا أولادهم. يعني أنا عايز أقول للأب أو الأم اللي بيضطهدوا أولادهم في الوضع مثلا اللي ضيا فيه، أنا ما أعرفش ضيا أهله موجودين ولا لا، لكن في اللي زيه أهلهم موجودين وهم اللي بيقدموهم للحكومة بإيديهم، يعني أنا عايز أقول لهم أنتوا الخسرانين، تنصحهم بإيه؟ إيه اللي يصحي قلب الأم والأب؟ تفضل. بصي يا أخت أماني، يعني قبل ما أدخل بهذا الموضوع أنا عايز كمان يعني أشكر، في بعرف أسر فيها إخوة أخوات عابرين احتضنوا أولادهم مزبوط وخلوهم يضلوا وصبروا عليهم. لهذول الناس بقول لهم أنا بشكركم بشكركم، لأن أنتوا بتتطرفوا كأب وكأم، واحنا عندنا بعاداتنا بقول له الدم عمره ما يصيرش ميه يعني. بس في نفس الوقت في الاسر الثانيه اللي بينبذونا، والاسر الثانيه اللي بيحرمونا من كل شيء. فانا عايز اقول ان المسيح بيجعل مننا ناس صالحين. كل الاختبارات اللي انا سمعتها في حياه كل العابرين انه بتلاقي انه الله المسيح غير قلوبنا. لما كنا بنكره ابتدينا نحب، لما كنا انه كان في امور مش مظبوطه في حياتنا الرب نقانا. فعايز اقول لاجل لكل اب ولكل ام انه اذا بنتها عابره او ابنها عابر، عايز اقول لهم ان اولادكم صاروا يعني مليحين، صاروا اخلاقهم افضل كتير. وانا ما اعرف يعني انا عندي ثلاث اولاد، ما اعرف اي اب او اي ام ممكن انه يزعل
او يصير عنده مشكله لان ابنه صار منيح، ابنه صار كويس او بنته صارت كويس. فعايز اقول ان المسيح بغير حياتنا. أي. المسيح انه بيطلعنا من النجاسه الى حياه القداسه، وبيخلق شيء جديد فينا زي ما بيقول المزمور انه بيخلق فينا روح جديده، بيخلق فينا شيء جديد. يعني فعايز اقول لهم انه مش بس فقط يصبر علينا، خلي نشوف الثمار اللي موجوده في حياتنا. امين. برغم ان احنا بنضل بشر وبنضل عندنا يعني مش الهه ولا صرنا قديسين على الارض وبنخطئ، يا ولكن الله يغفر خطايانا ويغفر لاهالينا. بس في نفس الوقت كمان عايز اقول لاخواننا اخواتنا العذرين، احنا كمان لازم نصبر على اهالينا، لانه مرات كتير اهالينا مش فاهمين شو اللي صار معهم. نصبر ونخليهم يشوفوا نعمه المسيح فينا، وخلينا نستخدم لغه اهالينا بيفهموها والمجتمع تبعنا بيفهمها، ونحن مش جسم، مش يعني مش جسد غريب في المجتمعات تبعنا. نحن بنحب بلادنا وبنحب اهالينا وبنحب اوطاننا، ونحن مش مرتزقه او ناس عايزه تجيب اشياء تاذي البلد. نحن بنحب اهالينا وبنصلي كل يوم. وانت تكلمت عن موضوع الـ NBD Global، يعني يوم الصلاة العالمي، الهدف تبعه أنه نصلي لأجل أهالينا. أنا نصلي لأجل أهالي كل يوم كل يوم، عشان هيك أنا أقول أنه نحن لا يمكن نساعد ونقف في طرف أي إنسان بيكره المسلمين، لا يمكن. أمين. أمين. مهما كان هذا الشيء. احنا ممكن نحط الـ MBB Global انستغرام كمان، موجود عليه الصورة اللي فيها ضياء، ده الـ MBB Global انستغرام بتاع MBB Global، بنحط عليها طلبات الصلاة، بنحط عليها القضايا الهامة ايضا اللي تخص العابرين. انت تقدر تشارك ده وتشارك قصتك حتى على اذا تعملوا دي ام. كمان في الكيو ار اللي هو الاحمر ده بتاع الـ MBB Global الانستغرام. أسيس ياسر، يعني أنا سعيدة جدا بوقفتك مع العابرين، وبشكر ربنا على الموهبة اللي ربنا اديها لك في الرعاية. ياريت فعلا تقودنا في الصلاة من أجل أخونا ديا. خلينا نصلي مع بعض وندعو إلى الرب. يا أيها الآب والابن والروح القدس الإله الحي الحال في وسطينا، نأتي إليك يا رب في هذا اليوم في عوز وفي احتياج. وانت قلت يا رب القلب المنكسر والمنسحق لا تحتقره يا الله. يا رب نأتي إليك الآن ونصلي لأجل أخونا ضياء في محنة يا رب، وفي سجنه، وفي زنزانته يا رب يسوع المسيح. نصلي يا رب أنك تقراء له يا رب يسوع، أنك تلمسه لمسة يا رب خاصة، ويعرف أنه هو مش لوحده، لأنك أنت وعدت وقلت ها أنا سوف أكون معكم وإلى انقضاء الدهر، لأنك أنت هو أمس واليوم والأبد. أي إله الذي لا يتغير، ما زال يغير حياة الكثيرين ويغير الظروف يا رب، لأن يا رب إن قلوب الملوك كجداول عندك يا رب. نصلي يا رب لأجل الجلاد، نصلي يا رب لأجل الشخص اللي واضع أخونا ضياء في السجن يا رب يسوع، لأجل الناس اللي بتكرههم، إنك أنت تتراءى لهم يا رب يسوع المسيح وتلمسهم لمسة خاصة يا رب. يا رب أنا عايز أطلب طلبة خاصة يا رب لأجل كل محتاج، لأجل كل أخت أو أخت عابرة في ضيق يا رب، إذا كان في ضيق نفسي، إذا كان في ضيق مادي، إذا كان في ضيق اجتماعي، إذا كان في ضيق أمني يا رب يسوع المسيح. ليتك يا رب يسوع تتحنن يا رب. تتحنن يا رب وتلمن وتفتح يا رب أبواب السجن يا رب. وأنت عملت معجزات يا رب، تقدر تعمل معجزات يا رب، لأن لك الكرامة أيها الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الأبدين. نصلي في اسم يسوع المسيح المقام من بين الأموات، اللي بموته قد قهر الموت. يا رب يسوع لك الكرامة والمجد والسجود من الآن وإلى أبد الأبدين. آمين. هاللويا. المجد للرب. بشكرك مرة تانية، وبما أنك معانا بشكر المشاهدين أنهم ينضموا لنا كلهم يوم 18 نوفمبر ليوم الصلاة العالمي من أجل العابرين. رب يباركك يا أسيس، شكرا. طيب، الحقيقة مداخلة رائعة وممتعة ورفعتنا كلنا. أنا عايزة أقول مرة تانية، أنتوا مش لوحدكم،
انت مش لوحدك. لو كنت بتسمعني وعارف فاكر النهاردة انه مفيش حد غيرك ابدا عرف المسيح ولا عمل الخطوة دي، وكلنا على فكرة كان في وقت من الاوقات كنا في هذا المكان، بقولك وبقولك انت مش لوحدك وانت مش لوحدك، واحنا موجودين هنا من اجل خدمة الرب ومن اجل تشجيعكم. عايزة أقول كلمة دلوقتي، احنا اتكلمنا عن أدوار كثيرة ممكن كلنا نقوم بيها، بس أنا عايزة أتكلم عن أيضا المجتمع بشكل عام. أنا عايزة أقول إنه المجتمع الإسلامي ساعات بيبقى غرقان في عقلية الجهل بأنه في حاجة خارج الإطار الإسلامي يمكن للإنسان إنه يعني يختارها يعيشها يتلامس معاها يقبلها تبقى حاجة مخالفة للإسلام. وفي نفس الوقت موضوع الحدود الإسلامية دي مثلا يقول لك إنه الحد الردة هو القتل، وبعدين يرجعوا يتخانقوا مع بعض هم يعني جوه المنظومة الإسلامية، يقول لك لا هو يعني أصل ما فيش آيات قرآنية بتقول كده، بس كل الفقهاء أجمعوا على كده، واللي يقول لك المرتد يقتل لو كان مرتد محارب. مش فاهم يعني ايه محارب، يعني احنا بنحارب مين؟ احنا بنحارب الجهل والتسلق الروحي اللي انتوا بتعملوه ده. بشعر انكم يعني المسلمين اللي بيتكلموا بالطريقة دي بيعلوا كمان، يعني بيزودوا على ربنا نفسه. يعني الله لا يستطيع انه يدافع عن نفسه، فالمسلم يروح مدافع عن هذا الإله، يقول لك انت هتسيب إله الإسلام لا تتقتل، وكأنه بقى يعني بيتقرب من الله بدمك. يعني ده بقت حاجة مزروعة فينا، بالرغم من انه دلوقتي الكثير من الشيوخ بيقولوا انه لا حد الردة ده يعني في قولان الا في اللي هم بيقولوا عليهم المرتدين المحاربين، دول اللي يطبق عليهم حد الردة، إلا أنه المجتمع تغاضى عن كل ده وتغاضى عن أنه ما فيش آيات قرآنية بتتكلم عن ده، وركز في أنه الأرضية أنه المرتد يقتل بالنسبة للعامة من الناس، هم قبلوها. فقلبك تطور من قلب إنسان ممكن يتواصل مع من حوله وممكن يتفاهم مع من حوله وممكن هو نفسه يكون عنده قبول حرية الآخرين في العبادة، إلا إنك أنت نفسك تهاجم. الكثير من الناس اللي بيتكلموا على المنصات التواصل الاجتماعي كله اللي بيقولوا مثلا إن كل واحد حر يختار دينه بيهاجموا، دول بيتهاجموا مع انه هو مسلم. ابراهيم عيسى مسلم، كتير مسلمين لكن بتهاجموهم لانه بقى عندك حاجات الاساسيات الاسلاميه في العقل الجمعي للمجتمع الاسلامي بقت كلها مشبعه بالارهاب الفكري ليك انت وللاخرين، وانتم اول المضررين بده. اوكي، هنشوف النقط اللي انا بتكلم عليها دي او نشوف الفكره دي بتوضح شويه كده، واحنا نشوف الحكم اللي صدر على ضياء في محكمه مصراته. يا ريت تحطوا لي صوره الحكم ده. في خلط كبير جدا كالعاده بين القانون والشريعه. اولا انا لما سمعت عن الحكم ده يعني لما سمعت عن الحكم ده على طول كده يعني ما بقتش عارفة هي دي محكمة مدنية ولا محكمة دينية. بيقول لك أولا دي النيابة العامة، نيابة استئناف مصراتة. أوكي، بتقول كده: أصدرت محكمة استئناف مصراتة دائرة الجنايات الأولى حكما حضوريا في القضية كذا كذا، حكم جنائي بتاريخ 9/4/22 في حق المتهم ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعه. حكمت المحكمة حضوريا، اسمع بقى، أولا حكم جنائي، واحد بيختار
إيمانه القلبي الشخصي يعني شخصي جدا، مش عارفة أقولها إزاي، يعني الإيمان شيء شخصي جدا يؤثر عليا أنا فقط، على علاقتي بالله أنا فقط، التبعات بتاعته أنا كويسة ولا وحشة مع اللي حواليا، أنا أمثل إلهي ولا لا أمثل إلهي. أنت بقى يا اللي بتحكم على الناس اللي بيتركوا الإسلام بالقتل، أنت تمثل إلهك بس. لكن المسيح بيقول إن إحنا نكون متسامحين مع الكل، محبين مع الكل، غافرين للكل، مقدمين للكل. فيعني أنا مش فاهمة إزاي ده حكم يوضع في إطار الجنايات. ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعه، يعني جانا على مين؟ أثر على مين؟ أخد إيه من مين؟ علشان يتحكم عليه حكم جنائي بالإعدام. أسباب بقى الحكم يقول لك إيه؟ إنه التهمة المسندة إليه معاقبته حدا بالإعدام لإصراره على الردة عن دين الإسلام، معاقبته حدا. دي محكمة مدنية ولا محكمة شرعية؟ مش فاهمة ليه الإسلام بيلخبط لنا الدنيا كلها على بعضها. أنت عايز تعمل حكم قضائي جنائي ولا حكم شرعي؟ ومستند على إيه في الحكم الشرعي؟ لو أنت بتقول إن الردة عن الإسلام تخليك تاخد الحكم ده ضد واحد محارب، أنا عايز أفهم الشاب ده حاربك في إيه؟ حارب الدولة في إيه؟ إلا إنه أخد موقف وأصر عليه، إنه قال إن المسيح هو مخلصه الشخصي، وده شيء يزعج ويرعب المسلمين بشكل غير عادي. تأمر بقى المحكمة بنشر الحكم حداً، بنشر الحكم الصادر ضده 3 مرات على نفقته بإحدى الصحف المحلية، وإلصاق إعلان بمحل إقامته ومقر المحكمة، وإذاعته بإذاعة مصراتة المحلية مع إلزامه بالمصاريف. إذا استؤنف ضد الحكم ده في أي يوم من الأيام والحكم ده وقف، المحكمة هنا بتضمن إنه ضياء يكون معروف للجميع، فيقتل بيد واحد جاهل غاضب أو لا يجد عمل مثلا ولا يقدر يخرج من البلد، فتبقى حياته انتهت. إن لم تعدموه فحياته انتهت. ولكن أنا بقف هنا وأقول إنه ضياء في اسم يسوع في حماية رب المجد يسوع، وإنه كل هذه الأمور ستقف والرب هيجعله شهادة لمجد اسمه. يعني ضياء كان ليه حقوق المفروض انه المحكمة تقدمها له كواحد واقف قصادهم، يعني مثلا محامي، انه يكون عنده محامي. ضياء لم يمثله محامي، زي ما انتم شايفين الصورة الوحيدة اللي ليه هو واقف بيمثل نفسه. اوكي، فيعني هذه المحكمة غير عادلة، الحكم كان منطوق عليه من قبل ما المحكمة حتى تجتمع، هم عارفين ان هم يعملوا كده، أخدت السنين دي كلها ولا ما أخدتش، هم عارفين إنهم هيعملوا كده. لكن أنا عايز أقول، نفذوا الحكم أم ولا ما نفذوش الحكم، ضياء عارف هو رايح فين، وعارف إنه سلامه مع المسيح، وزيه زي كل من اضطهدوا على مر تاريخ المسيحية قدموا محبة حتى لمضطهديهم حتى الموت، زي استفانوس، زي المسيح، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ودي صلاة قلبنا، إنه كل واحد مد إيده في قضية ضياء بالأذية في اسم يسوع، الرب يلمس حياتك بمعرفته وبحريته وبخلاصه في اسم يسوع. وإحنا بنقدم لك غفران، لكن إحنا عارفين إنه ضياء واقف بين يدي يسوع المسيح. أرجع تاني لموضوع حقوق رياض ضياء اللي لم يستطيع أنه يوصل لها. لو إحنا بنقابل أو لو إحنا عارفين بالقضية دي وهي لسه شغالة، كان ممكن نوقف له محاميين من يعني
الناس اللي بتشتغل بالدفاع عن الناس اللي عندهم قضايا حقوق الإنسان. لكن دلوقتي احنا ما يعني ما نعرفش اذا هيحصل استئناف ولا لا. اوكي، كان في محاكمة علنية وضغط عليه لإنكار إيمانه بالتهديد، ويعني في نفس الوقت ما كانش في حد يقدر يدافع عنه، ودي مخالفة مباشرة لمعاهدات حقوق الإنسان اللي المفروض إنه ليبيا ماضية عليها. إجباره على إعلان الحكم بالإعدام على نفقته. أنا أول مرة أسمع الحكاية دي، أنا يعني ما أعرفش هل ده جزء من القانون الليبي ولا لا، لكن خلينا نقرأ من بوست لصفحة للعابرين الليبيين. أولاً عايزة أقول إنه في عابرين كتير ليبيين بشكر رب عليهم ومن أجلهم، وهنا على برنامج المرأة المسلمة كان عندي كتير من السيدات اللي يعني شاركوا اختباراتهم. من صفحة نور المسيح في ليبيا مقال كده بيتكلم عن اللي حصل، بيقول حكم بإعدام شاب ليبي تحول للمسيحية بتهمة الرد عن الإسلام. أصدرت محكمة استئناف مصراتة حكما بإعدام شاب ليبي بعد إدانته بتهمة الرد عن الإسلام والتحول إلى المسيحية. وقالت المحكمة إنها حكمت حضوريا بإدانة المتهم ضياء الدين أحمد بلاعو عن التهمة المسندة إليه ومعاقبته حدا بالإعدام لإصراره على الرد عن دين الإسلام بحسب ما جاء في إعلان نشرته المحكمة. وأضاف أنه قد عرض على بلاعو الرجوع عما هو عليه اللي هي المسيحية سنة 2019 إلا أنه أبى. في جزء هنا مهم جدا، موقع قناة الجماهيرية قال كده أن الحكم استند إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي تم وضعه من قبل المؤتمر العام، وبعد ذلك ألغي من قبل مجلس النواب وفق القانون رقم 1 لسنة 20 الذي تضمن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر العام. يا جماعة تقدروا تدخلوا للصفحة وتقروا بقية المقال. أنا عايزة أقول حاجة، الحكم اللي صدر ضده صادر على أساس قانون ألغي، قانون ملغي غير معمول بيه. دي من المخالفات يعني الرهيبة. لكن أين الدولة؟ فين الحكومة الليبية تقف أمام ده؟ مرة تانية أرجع أقول لكم، شاركوا الأمر، طالبوا الحكومة الليبية، طالبوا السفارات الليبية، اضغطوا على السفراء الليبيين في بلادكم بأنهم يقفوا ضد هذه الجريمة الإنسانية يعني المريعة بالنسبة لي. نشوف الانستجرام بتاع ام بي بي جلوبال، وبفكركم انكم تشاركوا على الموقع ده وتشاركونا بارائكم، وحتى المواقع اللي انتم بتتواصلوا معاها لو عندكم اي رد من المواقع دي لو سمحتوا شاركونا بيها، اذا كان على ام بي بي جلوبال او على الكيو ار او ال هو اسمه كيو ار ما اعرفش بيتقالوا ايه بالعربي يعني بتاع الام بي بي جلوبال انستغرام. بعد كده عندنا كوميونيو ميسيانيكا وام بي بي جلوبال دوت نت، وده كمان موقع تقدروا تدخلوا عليه تشاركونا بيه اذا جالكم ردود او عندكم قضايا مماثله. يعني القضيه قضية شخصية جدا بالنسبة لنا، لن نتركها ضياء بدون صلاة أو مساندة أو غيره من العابرين، وأنا بشجعكم أنكم تكونوا جزء من ده. في فيديو اتعمل في 2012، أوكي؟ أنا آسفة، قبل الفيديو خلينا نحط الهاشتاجز دي اللي تقدروا تشاركوا عليها. عندكم 3 هاشتاجات، ولو عندكم هاشتاج جديد شايفين إنه هو أخد مكان ياريت
تدخلوا على الصفحة بتاعتي أو على التويتر الأخت أماني وتحط لنا الهاشتاج ده على الريتويتس اللي بتعملوها. كل ما الهاشتاج ارتفع واستخدامه ارتفع كل ما جذبنا انتباه الناس. اللي بيعرفوا يكتبوا بالانجليزي لو سمحتوا اكتبوا انجليزي وعربي وبعتوا انجليزي وعربي علشان نلفت النظر لقضية ضياء وفي اسم يسوع الرب يستخدمكم وينقذه. في فكرة أخيرة علشان نبقى بس واخدين بالنا انه مجتمعاتنا أرضيتها الإسلامية عملت عملية تعمية للإنسانية في المجتمعات الإسلامية. في 2012 في برنامج من البرامج عمل زي استفتاء كده عن المرتد يقتل ولا لأ، نتكلم مع الإنسان المرتد نعمل معه حوار نقتله ولا نحاكمه. وده لفت نظري جدا لأنه الحقيقة المحاكمة ما كانتش واردة في الأمر ده أو ما كناش نسمع عنها كتير. يعني العابرين ممكن يتاخدوا يتحطوا في سجن مثلا ما تشوفهمش تاني أو يتسجنوا سنين وبعدين يطلعوا صدفة كده ربنا يصلح الأمور ويطلعوا صدفة. أوكي. لكن الفيديو ده في 2012 اتكلم في الموضوع ده وكانت ردود الناس النسب الناس اللي قالت ايوه يتقتل او ايوه ما نعملش معاه حوار رهيبه جدا. خلينا نشوف الفيديو الاولاني. من حق كل مسلم ان يغير دينه كما يشاء ولا يمكن لأي قوة أن تقف في هذا لأن هذه حرية ضمير لا تستطيع أن تتدخل بين الناس وضمائرهم. تقول لي الحوار أو القتل أو القضاء الشيخ يعني إيه؟ عمال دخل قضاء الشيخ خلي الصورة دي لو سمحت. الشيخ عمال بقى يستغفر. ده الأستاذ جمال البنا هو كان من الناس اللي بتنادي بالحرية في الإسلام وبتنادي بأنه القرآن كفاية والكلام ده كله، وفي الآخر هو نفسه تهاجم لأنه كلامه ما يقدرش يستند على رجلين خالص يعني إسلاميا. لكن بص المذيع قال المرتد نعمل معاه حوار ولا نقتله ولا يترفع عليه قضية أو نحطه يقاضى أمام المحكمة. فنسبة الحاضرين موجود بيقول لك ايه انه اللي وافقوا على انه يتعمل معاه حوار 11% بس من ده. كان الحوار ده مفتوح للمشاهدين كلهم مش بس اللي في الاستوديو. ونسبه انه يقتل 54% وطلعت ل 64% والباقيين اللي قال لك يتحاكم 35%. النسبة دي نسبة بتوري لك الفكر المجتمعي ايه. اوكي شوف الفيديو اللي بعده اذا لسه ليه بقى ايه في ضمائر الناس. وانا يعني احب احيي شبابنا وفتياتنا على فطرتهم الايمانية وعلى غيرتهم على دينها. بقى تصفيق حاجة لان الشيخ قال لهم لا، وفي نفس الوقت يعني يؤسفني ان انا اسمع الاستاذ جمال البنا وهو ينادي بحريه الفكر، لكن انا صحح المصطلح انه ينادي بحريه الكفر في بلاد المسلمين. هو ده المفهوم. ما تقوليش حريه فكر، ده حريه كفر. وانا عندي قوانين معينه لازم اتعامل معاك بيها ككافر. ده انت حتى في وسط الحديث قال له ده انت حتى لو كفرت بانك او قلت انه ما فيش تعدد زوجات في الإسلام تبقى كافر وتقتل. ده 2012. النهاردة النغمة اتغيرت عشان الحكومة اتغيرت وعشان الأفكار اتغيرت وعشان الفضايح كترت. نشوف بقى الفيديو اللي بعد كده اللي فيه نسبة أخرى من هل يعني المرتد يقتل ولا لا يقتل. نشوف
أفضل طريقة للتعامل مع المرتد عن الإسلام هي، عندكم ثلاثة اختيارات، الخيار الأول الحوار فقط، الأسلوب الثاني القتل، والأمر الثالث والخيار الثالث أن القضاء هو الذي يقرر. فصوتوا وأرسلوا إجاباتكم وستظهر النتائج على الشاشة. أنا رأيي حرية الفكر والاعتقاد على إطلاقها. طيب خلاص أنا هكتفي بالقدر ده. ال 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 المفروض أنه كان عمل استفتاء آخر، الاستفتاء ده قالك أنه الجماعة اللي موجودين في الاستوديو أنتوا بتقولوا نقتله ولا ما نقتلوش؟ قال لا يتقتل. 87% من الموجودين في الاستوديو، كان الاستوديو كبير ومجموعة كبيرة، قالوا أنه المرتد يقتل. ما فيش تفكير في الموضوع ده، ما فيش، لأنه ده القانون الإسلامي، ده الشرع الإسلامي. يا جماعة الإيمان في حياة الإنسان مسألة شخصية جدا، لكن عندما يتحكم إيمانك في إيماني ما يبقاش إيمان، ده يبقى ده يعني يبقى قيود توضع عليك أنت نفسك. يعني ليه أنت بتمنع شخص زي ضياء انه يصر على ايمانه؟ انت عايز تمنعه انه يصر على ايمانه، وانت تصر ان انا ابقى على ايمان انا غير مقتنع بيه او هو غير مقتنع بيه. مش من حقك، مش من حقك. احنا لازم نصلي من اجل الحرية، ونعمل من اجل اننا نكون عاملين بشكل مباشر في ان اخواتنا اللي في المواقف دي نمد ليهم يد العون. في رسالة يعقوب يعني كتاب بيتكلم عن اذا جالك حد ورحت طالب منك حاجة وتقول له امضيه بسلام استدفئه واشبعه ولكن لم تعطهما حاجات الجسد فما المنفعة، وده كمان يمشي على حاجات الروح. إحنا ككنيسة العابرين، إحنا كمؤمنين يجب إن إحنا نمد يدنا بالعون والعمل الحقيقي، حتى إنه إخواتنا تكون ليهم حياة أيضا في المستقبل. بنصلي من أجل ضياء، بنصلي من أجل كل اللي في نفس موقف ضياء. بنقول لك يا رب إنه أنت يا رب عينيك اللي شايفة المحبوسين والمظلومين والمكسورين، انت يا رب اللي شايف الناس اللي فاكرين ان هم وحدهم، وانت عارف انه انت المعونة اللي هم محتاجينها. ونحن ايضا يا رب بنصلي انه معونتك تكون ظاهرة في حياتهم، وانه كلماتك تكون تشجيع ليهم، وانه انت نورك يضيء غياهب هذه السجون وقلوبهم ايضا. في اسم يسوع اصلي، امين.